يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: نحن نسكن في عمارة وعددنا كثير والمسجد في العمارة نفسها، فإذا نزل مطر فإنه لا يصيبنا منه أدنى شيء، فهل يجوز لنا الجمع في هذه الحال؟ نعم، إذا جمع أهل البلد تجمعون معهم، يقولون حتى من صلى في بيته يجمع مثل ما يجمع الناس لعموم الرخصة، وترك الجمع هو مباح، ما هو سنة ولا في هجر، إنما هو مباح لإزالة المشقة، فإن أخذتم به فلا بأس وإن تركتموه فلا بأس. نعم.